بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا أعلنت انطلاقة شوطنا التاسع. الشوط التاسع يحمل فئة الأبكار المحليات الأصايل. نتابع الصدارة، نتابع المركز الأول. تتقدم حدث سالم بن سعيد بن مسلم العفاري من يقدم لنا حدث على المركز الأول، بينما المركز الثاني مياسة بشعار سهيل بن خميس بن محمد الشامسي. بينما ننتقل إلى المركز الثالث، الظبي عبد الله بن الطوير بالمر العامري. والمركز الرابع هناك تتقدم مياسة سعود بن سالم بن راشد الساعدي. والمركز الخامس هذه ملهمة، محمد بن منصور بن سالم العامري قادم مع ملهمة في المركز الخامس. المركز السادس وصلت سرابة مبارك بن محمد بن مسري الهاملي. والمركز السادس التحديات الظبي عبد الله بن الطوير بالمر العامري. نتأخر إلى المركز السابع، هذه نوف سيف بن علي بن حمدان الشامسي من يقدم نوف. بينما المركز الثامن الشكلة مع المركز الثامن عبيد بن حمد بن مطوع بالضحية للتبي. بينما نتأخر إلى المركز التاسع، هناك من الجانب الآخر مرموقة أحمد بن محمد بن هاشل الشامسي. والمركز العاشر التحديات هذه محبة سالم بن مبارك من زعيتر العامري. هذه النتيجة. نداءنا الأول للعشرة الأسماء الأولى، للعشرة الشعارات الأولى المنطلقة بهذا الشوط. نتابع شعارات الخلف الكادر الإعلامي ونعود بكم إلى مقدمة الشوط وإلى مياسة. مياسة سهيل بن خميس بن محمد الشامسي من يقدم لنا مياسة الغائدة المنطلقة الأولى، المنطلقة التي هنا تسيطر سيطرة تامة وتقود هذه الشعارات على المركز الأول، تقود هذه الأسماء على مقدمة الشوط. هذه مياسة، سلالتي مياس عبد الله أو سهيل بن خميس بن محمد الشامسي. بينما المركز الثاني حدث، حدث بشعار سالم بن سعيد بن مسلم العفاري. هذا أبو سعيد يقدم حدث على المركز الثاني. بينما المركز الثالث هناك الظبي عبد الله بن الطوير بالمر العامري قادم مع الظبي على المركز الثالث. المركز الرابع هناك ملهمة محمد بن منصور بن سالم العامري يقدم ملهمة على رابع الأسماء. المركز الخامس هناك مياسة سلالتي مياس سعود بن سالم بن راشد الساعدي يقدم لنا أيضا مياسة. بينما المركز السادس التحديات سادس الأسماء، المجموعة الأولى خمس أسماء والمجموعة الثانية هذه في المركز السادس. تتقدم مرموقة أحمد بن محمد بن هاشل الشامسي. بينما المركز السابع نوف مع المركز السابع سيف بن علي بن حمدان الشامسي. والمركز الثامن هناك سرابة مبارك بن محمد بن مسري الهاملي يقدم سرابة على المركز الثامن. المركز التاسع التحديات تاسع المسارات. شكله هذه الشكلة عبيد بن حمد بن مطوع بضحي الاكتبي. والمركز العاشر هذه محبة سالم بن مبارك بن زعيتر العامري. هذه النتيجة. نداءنا الثاني، النداء الثاني للعشرة الأسماء الأولى، للعشرة الشعارات الأولى المنطلقة المبحرة بهذا الشوط، الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الناموس. من المتصدر؟ هذه حدث
تسبق الأحداث، ولكل حادث حديث يا حدث. حدث سالم بن سعيد بن مسلم الأعفاري، من يقدم لنا حدث مع المركز الأول. تتقدم غائدة لهذه الشعارات، لهذه الأسماء. هنا حدث، بينما تتليها مياسة، سهيل بن خميس بن محمد الشامسي غادم مع مياسة، سلالة مياسة على المركز الثاني. المركز الثالث ملهمة، محمد بن منصور بن سالم العامري. ما شاء الله، بدأت السرعة حينما نقترب من لائحة 1500، ندخل في أجواء الكيلوين. تبدأ السرعة، سرعة الشوط. وهنا اللي هي مياسة غيرت مع الصدارة. مياسة سيل بن خميس بن محمد الشامسي. روح يا أبو خميس، ركز يا أبو خميس، ركز مع هذا الرقص المميز، رقص مياسة. الله 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 الله. ولكن أشوف ملهمة بشعار محمد بن منصور بن سالم العامري، يقدم لنا ملهمة. المركز الثالث، وصلت الأسماء، وصلت الظبي. عبد الله بن طوير بالمر العامري غادم بالمر العامري. وهنا أيضا حدث بشعار سالم بن سعيد بن مسلم العامري. المركز الخامس، هناك مياسة، سعود بن سالم بن راشد الساعدي. الله، خمس أفكار في موقع واحد. 1200 يا مضمرين، والكيلو الأخير، الكيلو اللي ما بعده كيلو. هنا تجمعت الأسماء، تجمعت الشعارات. كوكبة خماسية، باحثات عن الفوز. هذه الشعارات، هذه الأسماء تنطلق بحثا عن الفوز. لمن ناموس في هذا الشوط يا ترى؟ لمن الفوز في هذا الشوط؟ ولا زالت مياسة هي الغائدة، هي المتصدرة. مياسة، سهيل بن خميس بن محمد الشامسي. بدأت تنفرد. يا سلام، الله 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 الله. بدأت السرعة، ما شاء الله تبارك الله، مع هذا الرقصة، رقصة اللي هي مياسة. مياسة. سهيل بن خميس، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انطلقت مع الصدارة بشعار سهيل بن خميس بن محمد الشامسي. وهناك تحاول اللي هي ملهمة، محمد بن منصور بن سالم العامري مع المركز الثاني وشعار بالمر. ولكن مياسة، أهالي زاخر اليوم حاضرين، حضور ممتاز. ولكن العامري مع ملهمة. يا سلام يا ملهمة، غيرت ملهمة اللحظات الخطيرة. ملهمة، محمد بن منصور بن سالم العامري. سلامي عليك يا أبو منصور، أسعد الله صباحك بكل خير مع ملهمة، محمد بن منصور بن سالم العامري. تهانينا والناموس لحظات وصولها. المركز الثاني، مياسة سهيل بن خميس بن محمد الشامسي. المركز الثالث، الظبي عبد الله بن الطوير بمر العامري. المركز الرابع، هذه مياسة سعود بن سالم الساعدي. المركز الخامس، كانت فيه أيضا حدث سالم بن سعيد بن مسلم الأعفاري. توقيت الزمن 9 دقائق 28 ثانية، 9:28 توقيت مميز. أيضا التوقيت الأفضل هو 9:25، وهذه 28 توقيت ممتاز. تهانينا والناموس لمالك ملهمة، أيضا محمد بن منصور بن سالم العامري. تهانينا والناموس.